لا زلنا في هذه النشرة، حيث تواصل الجهات المعنية جهودها في سبيل مواجهة الحالة المطرية، وأيضا الإدارة العامة للطيران المدني تواصل وتؤكد على سلامة مبنى تيفور، وذلك واستعدادها أيضا لمواجهة حالة الأمطار الغزيرة. نستضيف في هذه الفقرة المهندس صالح الفداغي، مدير إدارة الهندسة ورئيس فريق تشغيل تيفور. مهندس صالح، مساء الخير. حياك الله على أخوي. هل تسمعني؟ نعم، تفضل. نعم، هناك انتشرت بعض مقاطع الفيديو لمبنى تيفور، يبدو أنها متأثرا في حالة الأمطار، لكن هل تطلعنا على الصورة الحقيقية لمبنى تيفور؟ نعم، بالبداية أود أشكركم لإتاحة الفرصة أني أبين الحالة الحالية لمبنى الركاب التيفور اللي هو المبنى الخطوط الجوية الكويتية. ولله الحمد احنا من الصبح بتوجيهات من معالي رئيس الطيران المدني تم تفعيل خطة الطوارئ في الإدارة العامة للطيران المدني في جميع مباني الركاب، وحدة مباني الركاب اللي هي التيفور اللي أنا مستلمها. ولله الحمد الأمور ماشية طبيعية جدا، لا توجد أي ترحيل أو إلغاء أو تحويل أي رحلة طيران كانت مفروض مجدول لها في التيفور. المبنى ككل احنا مفعلين خطة الطوارئ بالتعاون مع جميع الجهات العاملة على رأسهم وزارة الداخلية، الجمارك، الإطفاء، مشغل المطار، الشركة الكورية، الكل محجوز والكل متفاعل مع الحدث هذا رغم العطل الرسمية في البلد، لكن الكل متواجد من قياديين، من مسؤولين، من موظفين. ولله الحمد ما عندنا ولا خلل حتى لو بسيط، وإن شاء الله احنا نوعد الناس أننا راح نستمر في الإجراء هذا. لا يسمعون للإشاعات، لا يسمعون للتويترات، خلي يسمعون للجهات الرسمية. أنا أبين للكل المبنى شغال مثل الوضع الطبيعي اللي ما في أمطار. الأشياء البسيطة، تجمعات المياه اللي تصير خارج المبنى، يعني نفعل خط الطوارئ ونسحب المياه أول بأول، والحركة طبيعية جدا. نعم، المهندس صالح الفداقي، ربما حالة المطار الآن تسير بشكل نسبي بالنسبة للعاملين في المطار الآن. نعم نعم، احنا مثل ما قلت الخطة اللي حاطينها خط الطوارئ، مختارين مجموعة من الموظفين والقيادين موجودين حاليا، والرحلات كلها شغالة، يعني ما في ولا رحلة تكنسلت أو تأجلت أو انها ترحلت. نعم، نتمنى لكم السلامة ونشكركم على هذه الجهود. صالح الفداقي، مدير إدارة الهندسة ورئيس تشغيل مبنى تيفور، شكرا جزيلا لك ولزملائك المجهولين.